أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا لا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب فيها الجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله فقال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ قلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبته. فقال الرجل إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال سل ما بدا لك. فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر خالفه يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث قال
حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، دخل رجل على جبل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ وهو متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال الرجل: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل عما بدا لك. قال: أنشدك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: إني آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، خالفه عبيد الله بن عمر. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير قال: سمعت أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، جاء رجل من أهل البادية قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الأمغر المرتفق. قال حمزة: الأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال: إني سائلك فمشتد عليك في المسألة. قال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به، الله أمرك أن تصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به، الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به، الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: اللهم نعم. قال: فإني آمنت وصدقت، وأنا ضمام بن ثعلبة. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثني حفص بن عمر بن الحارث قال: حدثنا حماد قال: حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أنبأنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين.
أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثني ابن أبي أنس مولى التينيين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخبرنا الربيع بن سليمان في حديثه عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه ابن إسحاق عن الزهري. أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري، والصواب ما تقدم ذكرنا له. أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم عن أويس بن أبي أويس عديد بن تيم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، وقال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين. أرسله ابن المبارك. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان بن موسى خراساني قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء تغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال عدنا عتبة بن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان فقال ما تذكرون؟ قلنا شهر رمضان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني، فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء تغلق فيه أبواب النار
ويصفد فيه كل شيطان مريد، وينادي مناد كل ليلة: يا طالب الخير هلم، ويا طالب الشر أمسك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا يحيى بن سعيد قال: أنبأنا المهلب بن أبي حبيبة، وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة قال: أخبرني الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله، ولا أدري كره التزكية أو قال لا بد من غفلة ورقدة. اللفظ لعبيد الله. أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال: حدثنا شعيب قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يخبرنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: إذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل حجة. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال: أخبرني كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم. ورآه الناس فصاموا، وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي داود عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم النصيصي قال: أنبأنا حبان بن موسى المروزي قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس قال: أنبأنا ابن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أخبرنا مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال:
حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. أخبرنا أبو بكر بن علي صاحب حمص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30. أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية قال أنبأنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. أرسله الحجاج بن أرطاة. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطاة عن منصور عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا، فلبث 29، فقلت أليس قد كنت آليت شهرا؟ فعددت الأيام 29، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه، وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. قالت عائشة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين حدثه الله عز وجل حديثهن. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك قد كنت آليت يا رسول الله أن لا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا من 29 ليلة نعدها عددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة. أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري عن بهز قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال الشهر 29 يوما. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن سلمة قال سلمة سمعت أبا الحكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة إصبعا. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29. رواه يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها 3 ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى. قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل عن أبي قال لا. أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي هو ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا محمد قال حدثنا معاوية وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن معاوية واللفظ له عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره
أنه سمع عبد الله وهو ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا، حتى ذكر 29. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن الأسود بن قيس قال: سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام 30. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا، ووصف شعبة عن صفة جبلة عن صفة ابن عمر أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه، ونقصت الثالثة إصبعا من أصابع يديه. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن عقبة يعني ابن حريث قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقفه عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: تسحروا. قال عبيد الله: لا أدري كيف لفظه. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخبرنا علي بن سعيد بن جرير نسائي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: تسحروا فإن في السحور بركة، رفعه ابن أبي ليلى. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر، وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت زر بن حبيش قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة،
وليس بينهما إلا هنيهة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت زعم أن أنس القائل ما كان بين ذلك؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم قاما فدخلا في صلاة الصبح، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود، قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود، قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر، قالت عائشة أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود، فقالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى رضي الله عنهما. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. أخبرنا شعيب بن يوسف بصري قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال
هلموا إلى الغداء المبارك. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بقية بن الوليد قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء؟ فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن اخرج التمس لك عشاء. فخرجت ووضع رأسه فنام فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال هو سواد الليل وبياض النهار. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أنبأنا سوادة بن حنظلة قال سمعت ثمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا يعني معترضا. قال أبو داود وبسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه. أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أنبأنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصم. أخبرنا محمد بن العداء قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار واللفظ له قالا حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن ثوبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن إبراهيم حدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان. أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال حدثنا نافع بن يزيد أن ابن الهادي حدث أن محمد بن إبراهيم حدث عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة فقلت أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يصوم شعبان كله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان كله. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان. أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الصيدلاني حراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم يصم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا خالد وهو ابن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت لا ما علمت صام شهرا كله
إلا رمضان ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطر حتى يصوم منه. أخبرني عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة عن الصيام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس. أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار فأتي بشاة مصرية فقال كلوا فتنحى بعض القوم قال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس عن سماك قال دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل من رمضان هو أم من شعبان وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال لي هلم فقلت إني صائم قال وحلف بالله لتفطرن قلت سبحان الله مرتين فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت قلت هات الآن ما عندك قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال أخبرني أبي عن جدي قال أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا المعافى قال حدثنا موسى عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبأنا إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن الحارث عن يونس الأيلي عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى بالناس وساق الحديث وفيه قالت فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرني محمد بن خالد قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد وساق الحديث، وقال فيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد بن خالد قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا نوح بن حبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن القاسم عن مالك قال: حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرني محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك قال الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، وفي حديث قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرني محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن هشام وأبو الأشعث واللفظ له قالوا: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرني محمود بن خالد عن مروان، أنبأنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثني النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال له: حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان. فقال أبو سلمة: حدثني عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر بن شميل قال: أنبأنا القاسم بن الفضل قال: حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله، وقال: من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثنا النضر بن شيبان قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان. قال: نعم، حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم، وسننت لكم قيامة، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: حين يفطر وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: عبد الله قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة حين يلقى ربه، وفرحة عند إفطاره، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فجزاه فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن المنذر بن عبيد حدثه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام لي وأنا أجزي به، والصائم يفرح مرتين: عند فطره ويوم يلقى الله، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصيام جنة للصائم، فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. والصيام جنة إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه. أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عليه عن عطاء بن أبي رباح قال: أخبرني عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخبرنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة قال: حدثنا أبو أمامة الباهلي قال: قلت: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح، والضعيف لقب لكثرة عبادته، قال: أخبرنا يعقوب الحضرمي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله قال: حدثنا يحيى بن كثير قال: حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن فطر أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن شعبة قال لي الحكم سمعته منه منذ 40 سنة ثم قال الحكم وحدثني به ميمون بن أبي شبيب بن معاذ بن جبل. أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وأخبرنا محمد بن حاتم أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء قال أنبأنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجلا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن فقلت إني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو مصعب عن المغيرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال دخل مطرف على عثمان نحوه مرسل. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا معن عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة من النار فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ وإن امرئ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك قال حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال الصيام جنة ما لم يخرقها. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال حدثني سهل أن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون هل لكم إلى الريان
من دخله لم يظمأ أبدا، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل فيه أحد غيرهم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، قال يا معشر الشباب عليكم بالباء، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلى به فحدثه، وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها؟ فدعا عبد الله علقمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء. أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والأسود وجماعة فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي لأني كنت أحدثهم سنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله، قال نعم. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان، فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء. قال أبو عبد الرحمن أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم، روى عنه منصور ومغيرة وشعبة، وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف، ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير منها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين ولكن انهسوا نهسا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا.
أخبرنا داود بن سليمان بن حفص قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن سهيل عن المقبري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه من جهنم 70 عاما. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن سهيل عن ابن أبي عياش عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أخبرنا الحسن بن قزعة عن حميد بن الأسود قال حدثنا سهيل عن النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعده الله عن النار 70 خريفا. أخبرنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمعا النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أخبرنا عبد الله بن منير النيسابوري قال حدثنا يزيد العداني قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال قرأت على أبي حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. أخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه حدث عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم 100 عام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله لا نعلم أحدا تابع ابن كثير عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل
فسأل فقالوا: رجل أجهده الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، قال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، صائم. قال: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. أخبرنا محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال: حدثني من سمع جابرا نحوه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها. أخبرنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر قال: أنبأنا علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال: أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. أخبرنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا: حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: أدنيا فكلا، فقالا: إنا صائمان، فقال: ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم. أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني الأوزاعي عن يحيى أنه حدثه عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمر الظهران ومعه أبو بكر وعمر، فقال: الغداء مرسل. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا بمر الظهران مرسل. أخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن محمد بن شعيب قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية، فقلت: إني صائم، فقال: تعال ابن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قلت: إني صائم. فقال: تعال أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت: إني صائم يا نبي الله. قال: تعال أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا موسى بن مروان قال: حدثنا محمد بن حرب عن الأوزاعي قال: أخبرني يحيى قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني أبو المهاجر قال: حدثني أبو أمية يعني الضمري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا شعيب قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت: إني صائم. قال: أدن أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أمية الضمري أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وهو صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنتظر الغداء؟ قال: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال أخبرك عن الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أنبأنا علي عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر نحوه. أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من قشير عن عمه حدثنا ثم ألفيناه في إبل له، فقال له أبو قلابة حدثه، فقال الشيخ: حدثني عمي أنه ذهب في إبل له فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل أو قال يطعم، فقال: أدن فكل، أو قال: أدن فطعم. فقلت: إني صائم. فقال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا سريج قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: حدثني أبو قلابة هذا الحديث، ثم قال: هل لك في صاحب الحديث؟ فدلني عليه فلقيته فقال: حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم. فقال: ابن أخبرك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فإذا هو يتغدى، قال: هلم إلى الغداء. فقلت: إني صائم. قال: هلم أخبرك عن الصوم، إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ورخص للحبلى والمرضع.
أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل نحوه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هانئ بن الشخير عن رجل من بلحريش عن أبيه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائم وهو يأكل، قال هلم، قلت إني صائم، قال تعالى ألم تعلم ما وضع الله عن المسافر، قلت وما وضع عن المسافر، قال الصوم ونصف الصلاة. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هانئ بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بلحريش عن أبيه قال كنا نسافر ما شاء الله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم، فقال هلم فطعم، فقلت إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم عن الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هانئ بن عبد الله بن الشخير عن أبي قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل وأنا صائم، فقال هلم، قلت إني صائم، قال أتدري ما وضع الله عن المسافر، قلت وما وضع الله عن المسافر، قال الصوم وشطر الصلاة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن موسى هو ابن أبي عائشة عن غيلان قال خرجت مع أبي قلابة في سفر فقرب طعاما فقلت إني صائم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فقرب طعاما فقال لرجل ابن فطعم، قال إني صائم، قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في السفر فادن فطعم، فدنوت فطعمت. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن مورق الأجلي عن أنس بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالا، فسقط الصوام وقام المفطرون، فسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حماد بن الخياط وأبو عامر قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. أخبرني محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى خديدة، ثم أتي بقدح من لبن فشرب وأفطر هو وأصحابه. أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا عبثر عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى قديدة ثم أفطر حتى أتى مكة. أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبأنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قديدة ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عثمان فدعا بقدح فشرب. قال شعبة في رمضان فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عثمان ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن العوام بن حوشب قال قلت لمجاهد الصوم في السفر؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرني مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن ثم ذكر كلمة معناها إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله مثله مرسل. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث فذكر آخر عن بكير عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي قال حدثاني جميعا عن حمزة بن عمرو قال كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسرد الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن حمزة قال قلت يا نبي الله إني رجل أسرد الصيام أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدثه أن أبا مراوح حدثه أن حمزة بن عمرو حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا بن وهب قال
أنبأنا عمرو وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة قال: حدثنا عبد الرحيم الرازي عن هشام عن عروة عن عائشة عن حمزة بن عمرو أنه قال: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا ابن القاسم قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن حمزة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أخبرني عمرو بن هشام قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان رجلا يسرد الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: حدثنا أبو سعيد قال: كنا نسافر في رمضان، فمن الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم. أخبرنا سعيد بن يعقوب الطارقاني قال: حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصام بعضنا وأفطر بعضنا. أخبرني أيوب بن محمد قال: حدثنا مروان قال: حدثنا عاصم عن أبي نضرة المنذر عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله أنهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر. أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة، فافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد قال:
حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء. فقال: إني صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. أخبرنا قتيبة قال: أنبأنا بكر وهو ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يكلفونه فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا علي يعني ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة إذا طهرت؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة يحدث عن عائشة قالت: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حسين قال: حدثنا عبثر قال: حدثنا حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا: منا من صام ومنا من لم يصم. قال: فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن يزيد قال: حدثنا سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أذن يوم عاشوراء، من كان أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا. قال: فإني صائم. ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس، فخبأت له منه وكان يحب الحيس. قالت: يا رسول الله، إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه. قال: أدنيه، أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يزيد أنبأنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت: دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة قال: أعندك شيء؟ قالت: ليس عندي شيء. قال: فأنا صائم. قالت: ثم دار علي الثانية وقد أهدي لنا حيث فجئت به فأكل فعجبت منه، فقلت: يا رسول الله، دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيسا. قال: نعم يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه،
وبخل منها بما بقي فأمسكه. أخبرنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ويقول هل عندكم غداء؟ فنقول لا، فيقول إني صائم. فأتانا يوما وقد أهدي لنا حيس فقال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم، أهدي لنا حيس. قال أما إني قد أصبحت أريد الصوم، فأكل. خالفه قاسم بن يزيد. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا أهدي لنا حيس، قد جعلنا لك منه نصيبا. فقال إني صائم فأفطر. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فقال أصبح عندكم شيء تطعميني؟ فنقول لا، فيقول إني صائم. ثم جاءها بعد ذلك فقالت أهديت لنا هدية، فقال ما هي؟ قالت حيس. قال قد أصبحت صائما فأكل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني صائم. أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن القاسم بن معن عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة ومجاهد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها فقال هل عندكم طعام؟ فقلت لا، قال إني صائم. ثم جاء يوما آخر فقالت عائشة يا رسول الله إنا قد أهدي لنا حيس، فدعا به فقال أما إني قد أصبحت صائما فأكل. أخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم عن طلحة بن يحيى عن مجاهد وأم كلثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم طعام؟ نحوه. قال أبو عبد الرحمن وقد رواه سماك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة. أخبرني صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام؟ قلت لا، قال إذا أصوم. قالت ودخل علي مرة أخرى فقلت يا رسول الله قد أهدي لنا حيث، فقال إذا أفطر اليوم وقد فرضت الصوم. أخبرني القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال أنبأنا الليث عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وذكر آخر أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثهما عن ابن شهاب
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم. أخبرنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر قال: سمعت عبيد الله عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حفصة أنها كانت تقول: من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم. أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن عيسى قال: أنبأنا ابن المبارك قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان بن عيينة ومعمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. أخبرنا أحمد بن حرب حدثنا سفيان عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، أرسله مالك بن أنس. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثله: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. أخبرنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. أخبرنا محمد بن النضر بن مساور المروزي قال: حدثنا حماد عن مروان أبي لبابة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت:
لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني مالك وعمرو بن الحارث وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر، ويفطر حتى نقول ما يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن توبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصومه أو عامته. أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما، قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس، قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني ثابت بن قيس الغفاري قال حدثني أبو سعيد المقبري قال
حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم. أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال أخبرني ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا النضر قال أنبأنا حماد عن عاصم بن أبي النجود عن سواء عن حصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وكان يصوم الاثنين والخميس. أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي أنبأنا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من الشهر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس وسئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء. أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن صياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر وخميسين. أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا الحارث بن عطية قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام. حدثنا عيسى بن مساور عن الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني عطاء عن عبد الله وأنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثني الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبي وعقبة عن الأوزاعي قال حدثني من سمع ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام. أخبرنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبي عن الأوزاعي عن عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الأبد فلا صام. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا ابن عائذ قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه قال حدثني من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم وساق الحديث قال قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد لا صام من صام الأبد. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف عن عمران قال قيل يا رسول الله إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر قال لا صام ولا أفطر. أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صوم الدهر لا صام ولا أفطر. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال أنبأنا أبو هلال قال حدثنا غيلان وهو ابن جرير قال حدثنا عبد الله وهو ابن معبد الزماني عن أبي قتادة عن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا برجل فقالوا يا نبي الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذا فقال لا صام ولا أفطر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن غيلان أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وسئل عمن صام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت أو أفطر إن شئت.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر، قال وددت أنه لم يطعم الدهر، قالوا فثلثيه، قال أكثر، قالوا فنصفه، قال أكثر، ثم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر صوم 3 أيام من كل شهر. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل صام الدهر كله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أنه لم يطعم الدهر شيئا، قال فثلثيه، قال أكثر، قال فنصفه، قال أكثر، قال أفلا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ قالوا بلى، قال صيام 3 أيام من كل شهر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال أو يطيق ذلك أحد؟ قال فكيف ممن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود عليه السلام. قال فكيف ممن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني أطيق ذلك. قال ثم قال 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله. قال وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين ومغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد قال قال لي عبد الله بن عمرو أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يأتيها فيسألها عن بعلها، فقالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم نفتش لنا كنفا منذ أتينا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني به، فأتيته معه فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال صم من كل جمعة 3 أيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يومين وأفطر يوما. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، صوم يوم وفطر يوم. أخبرنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبثر قال حدثنا حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال زوجني أبي امرأة فجاء يزورها فقال كيف ترين بعلك؟ فقالت نعم الرجل من رجل لا ينام الليل ولا يفطر النهار، فوقع بي وقال زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها. قال فجعلت لا ألتفت إلى قوله مما أرى عندي من القوة والاجتهاد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر، فقم ونم وصم وأفطر. قال صم من كل شهر 3 أيام، فقلت أنا أقوى من ذلك. قال صم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. قلت أنا أقوى من ذلك. قال اقرأ القرآن في كل شهر، ثم انتهى إلى 15، وأنا أقول أنا أقوى من ذلك. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن عبد الله قال
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرتي فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى. قال: فلا تفعلن، نم وقم، وصم وأفطر، فإن لعينك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجتك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لصديقك عليك حقا، وإنه عسى أن يطول بك عمر، وأنه حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة، فذلك صيام الدهر كله، والحسنة بعشر أمثالها. قلت: إني أجد قوة، فشددت فشدد علي. قال: صم من كل جمعة ثلاثة أيام. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، فشددت فشدد علي. قال: صم صوم نبي الله داود عليه السلام. قلت: وما كان صوم داود؟ قال: نصف الدهر. أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: لقد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. أخبرني أحمد بن بكار قال: حدثنا محمد وهو ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عبد الله بن عمرو، قلت: أي عم؟ حدثني عما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا، حتى قلت: لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن في كل يوم وليلة، فسمع بي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاني حتى دخل علي في داري فقال: بلغني أنك قلت: لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن. فقلت: قد قلت ذلك يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: فصم من الجمعة يومين، الاثنين والخميس. قلت: فإني أقوى على أكثر من ذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام، فإنه أعدل الصيام عند الله، يوما صائما ويوما مفطرا، وإنه كان إذا وعد لم يخلف، وإذا لاقى لم يفر. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن زياد بن فياض، سمعت أبا عياض يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله، صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثنا أبو العلاء عن مطرف عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو قال:
ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم، فقال: صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر تلك التسعة. فقلت: إني أقوى من ذلك. قال: صم من كل 9 أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم من كل 8 أيام يوما ولك أجر تلك السبعة. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فلم يزل حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد، وأخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم يوما ولك أجر 10. فقلت: زدني. فقال: صم يومين ولك أجر 9. قلت: زدني. قال: صم 3 أيام ولك أجر 8. قال ثابت: فذكرت ذلك لمطرف فقال: ما أراه إلا يزداد في العمل وينقص من الأجر. واللفظ لمحمد. أخبرنا محمد بن عبيد عن أصباط عن مطرف عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت: يا رسول الله، ما أردت بذلك إلا الخير. قال: لا صام من صام الأبد، ولكن أدلك على صوم الدهر 3 أيام من الشهر. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 5 أيام. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم 10. فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا أمية عن شعبة عن حبيب قال: حدثني أبو العباس، وكان رجلا من أهل الشام، وكان شاعرا، وكان صدوقا، عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس هو الشاعر يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك تصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت له النفس. لا صام من صام الأبد، صوم الدهر 3 أيام من الشهر، صوم الدهر كله. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فلم أزل أطلب إليه حتى قال: في 5 أيام. وقال: صم 3 أيام من الشهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فلم أزل أطلب إليه حتى قال: صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: إن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم وأصلي الليل، فأرسل إليه وإما لقيه قال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، وصم وأفطر وصل ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال: إني أقوى لذلك يا رسول الله. قال: صم صيام داود إذن. قال: وكيف كان صيام داود يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: ومن لي بهذا يا نبي الله؟ أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا وهب بن بقية قال:
أنبأنا خالد عن خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة أدم ربعة حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة فيما بيني وبينه قال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله قال خمسة قلت يا رسول الله قال سبعة قلت يا رسول الله قال تسعة قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة قلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وفطر يوم. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن زياد بن فياط قال سمعت أبا عياض قال قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من الشهر يوما ولك أجر ما بقي قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال فصم يومين ولك أجر ما بقي قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال فصم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قلت إني أطيق أكثر من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أخبرنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أخبرنا محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله ثم قال صدق الله في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر أو فله صوم الشهر شك عاصم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا حدثه أن عثمان بن أبي العاص قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام حسن 3 أيام من الشهر. أخبرنا زكريا بن يحيى قال: أنبأنا أبو مصعب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال عثمان بن أبي العاص نحوه مرسل. أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج عن شريك عن الحر بن صياح قال: سمعت ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن الحر بن صياح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، يوم الاثنين من أول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه. أخبرنا علي بن محمد بن علي قال: حدثنا خلف بن تميم عن زهير عن الحر بن الصياح قال: سمعت هنيدة الخزاعية قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، أول اثنين من الشهر ثم الخميس ثم الخميس الذي يليه. أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر قال: حدثنا أبو إسحاق الأشجعي كوفي عن عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة قالت: 4 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال: حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 10 و3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس. أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام 3 أيام، أول خميس والاثنين والاثنين. أخبرنا مخلد بن الحسن قال: حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الدهر وأيام البيض صبيحة 13 و14 و15. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني صائم 3 أيام من الشهر. قال: إن كنت صائما فصم الغرب. أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال: أنبأنا الفضل بن موسى عن فطر عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15.
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض 13 و14 و15. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة سمعت أبا ذر بالربذة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن بيان بن بشر عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليك بصيام 13 و14 و15. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ليس من حديث بيان، ولعل سفيان قال حدثنا اثنان فسقط الألف فصار بيان. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان قال حدثنا رجلان محمد وحكيم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام 13 و14 و15. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم عن بكر عن عيسى عن محمد عن الحكم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال قال أبي جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني وجدتها تدمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يضر كلوا، وقال للأعرابي كل، قال إني صائم، قال صوم ماذا؟ قال صوم 3 أيام من الشهر، قال إن كنت صائما فعليك بالغر البيض 13 و14 و15. قال أبو عبد الرحمن الصواب عن أبي ذر ويشبه أن يكون وقع من. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم بن معن عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليها، فقال الذي جاء بها إني رأيت بها دما، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وأمر القوم أن يأكلوا، وكان في القوم رجل منتبذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا 3 البيض 13 و14 و15. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه قال يا رسول الله إني قد رأيت بها دما، فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها، وقال لمن عنده كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها، ورجل جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن فكل مع القوم، فقال يا رسول الله إني صائم، قال فهل لا صمت البيض؟ قال وما هن؟ قال 13 و14 و15. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أنبأنا أنس بن سيرين عن رجل يقال له عبد الملك يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذه الأيام 3 البيض ويقول هن صيام الشهر. أخبرنا محمد بن حاتم قال
أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت عبد الملك بن أبي المنهال يحدث عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصيام 3 أيام البيض، قال هي صوم الشهر. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصوم أيام الليالي الغر البيض 13 و14 و15. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني سيف بن عبيد الله من خيار الخلق قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من الشهر، قلت يا رسول الله زدني زدني، قال تقول يا رسول الله زدني زدني يومين من كل شهر، قلت يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قوية، فقال زدني زدني أجدني قوية. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ليردني، قال صم 3 أيام من كل شهر. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر، واستزاده قال بأبي أنت وأمي أجدني قوية، فزاده قال صم يومين من كل شهر، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قوية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قوية إني أجدني قوية، فما كاد أن يزيده، فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر.